ما تنسوا تتواصلوا معي عبر السوشيال ميديا وسؤالي هل احلامكم بتشتغلوا وتحققوها او بتنطروا الفرص لتوصل لعندكم؟ ومن هون طلق هالسؤال كمان. ضيوف اليوم بالاستوديو رح نحكي عن الفرص اللي ممكن توصلكم من خلال المشاريع ودراستها وتحقيقها مع اشخاص ممكن يساعدوكم بكثير خطوات. ضيوفي بالاستوديو المدير التنفيذي لمؤسسه هالت برايز كريم سمره، اهلا وسهلا فيك. اهلا بك. وغدي موسى مدير العلاقات العامه لهالمؤسسه، مؤسسه هالت برايز، يعطيكم الف عافيه بالبدايه. بس انا بالبدايه بدي اعرف عن هالجائزه او بدي اعرف عن هالمشروع من مؤسسه هالت برايز يلي سنويا طبعا بيوصل وبيعطي الفرص للشباب العربي لانه ينافسوا. بس اللبناني ولا العربي ككل عم نحكي؟ بالعالم. بالعالم كله كمان. اتفضل استاذ كريم. احنا بقى لنا 10 سنين من 2009 واحنا بنعمل البرنامج ده في انحاء العالم كلها. بنبتدي بمشكله كبيره انسانيه، وبعدين بنطلب من طلاب العالم كلهم. عندنا دلوقتي 1200 جامعه و15000 طالب بيشاركوا معانا في ترتيب البرنامج يعني. وعندنا 100000 طالب كل سنه بيقدموا حوالين العالم، وكل سنه بنطرح مشكله كبيره انسانيه وبنسال ونطلب منهم انهم يحلوا المشكله دي عن طريق تجاره، عن طريق فكره تجاريه لرواد الاعمال يعني. ف وفي خلال ال 12 شهر بعد لما بنطرح المشكله دي الطلاب بيشتغلوا، بندربهم، بنحضرهم، وفي اخر ال 12 شهر فريق واحد بياخد جائزه مليون دولار عالميا لكي ينشئ المشروع بتاعه. مليون دولار بياخد هالفريق جايزه لانه ينفذ مشروعه اللي تم دراسته خلال هالسنه. مظبوط. وبيتم الاختيار من في جوري يعني. مظبوط، في جوري. بنستخدم اكثر من 500 جادج كل سنه. بيجوا من انحاء العالم كلها ومن شركات العالم كلها. بيجينا جادجز من جوجل، من اوبر، من كل الشركات الكبيره بيدونا جادجز في خلال الكومبيتيشن. والكومبيتيشن دي زي اكنها كومبيتيشن رياضيه، فيها كذا مرحله، فيها كوارتر فاينلز، سيمي فاينلز، وفاينلز. وكل ما الفريق بيتقدم رقم او عدد الفرق بيقل. اوكي. في الـ في الكومبيتيشن. غادي وين بتصير الايفنت؟ وين بتصير اللقاء على النتائج وكل هالامور هيدي يعني؟ هي مثل ما قال مستر كريم، هي بتصير على عده مراحل. نعم. بالاول بنبلش على صعيد الجامعات، نحن العالم يلي بدنا اياهم يشاركوا هن تلاميذ مني، سو بدنا تلاميذ يلي هن اكثر عالم عندهم افكار واكثر عالم طموحين واكثر عالم بعدهم عندهم بوزيتيف ايمج على الحياه. بنروح لعندهم بنقول لهم اوكي عندنا هيدا المشكله الاجتماعيه اللي نحن عم نواجهها، ساعدونا لنحلها. سو اول ستيب 1 انه على كل بكل جامعه مشتركه معنا يصير في ايفنت. بنقوا بالقليله 10 تيمز من كل جامعه. نعم. وبعدين اللي بيربح من كل جامعة بيصير بيتأهل. عنا شغلتين، عنا ناشونال كومبيتيشن على صعيد لبنان، وعنا جلوبال على صعيد العالم. مثل ما قال مستر كريم، عنا على صعيد العالم بيربحوا 1 مليون دولار يلي بيربح، على صعيد لبنان بيربح 250 ألف دولار. نعم. لأنه هون مدعومين بلبنان، أخذنا كتير دعم نشكر الله. نعم. سو بس يربح على صعيد لبنان اللي بيربح من الجامعة، نرجع عنا سيمي فاينل بيربح 6 تيمز، بعدين هول الستة تيمز بيتأهلوا، بنعمل لهم ان اكسلريتور، بنعلمهم كل شيء لازم يعرفوه، كيف يعملوا برزنتيشن، كيف يعملوا شركتهم، كيف يعملوا ريفينيوز كوست، كل شيء لازم يعرفوه. يلي بيربح باخر هيدا الورك شوب يلي بنعمل لهم اياه بيطلع له 250 الف دولار. شو ما كان الميجر، ولا لازم يكون بدومين البزنس؟ شو ما كان الميجر، شو ما كان الميجر اللي كانوا عم يدرسوه او عم يوصلوا له، شو ما كان باتشلر ماسترز بي اتش دي، شو ما كان. فينا ناخذ مثل استاذ كريم عن يعني مثلا كيف تطرح القضية الإنسانية؟ إذا بدنا نحكي السنة الماضية مثلا المشروع يلي ربح، شو كانت قضيته الإنسانية وكيف تم تمويله وكيف تم الشغل على حل هالقضية اللي أنتم أو هالمشكلة اللي عم تشتغلوا عليها؟ إحنا كل سنة بنطرح دوكيومنت حوالي 50 صفحة زي ريبورت أو كيس بيشرح المشكلة الإنسانية. نعم. وبيحولها من مشكلة إلى فرصة. ما دايما احنا بناخد مشكله كبيره بتواجه العالم اللي احنا فيه وبنغيرها لفرصه عن طريق opportunity في السوق موجوده، commercial opportunity بالارقام. نعم. عشان الطلاب يفهموا هم لازم ينشأوا شركات تعمل ايه بالظبط. السنه الماضيه كانت الريفوجي opportunity سميناها. نعم. اللاجئين. That was the area of focus السنه اللي فاتت. والشركه اللي كسبت انشأت شركه زي اوبر بس بتنظم عارف التوك توك؟ عندنا التوك توك مصر. طبعا هو تحم التوك توك مصر. فبتنظم ال transportation methods الصغيره دي. نعم. عشان تتاكد انها تخدم كل البشر، حتى الناس اللي بعيدين شويه من المدينه بكلفه قليله جدا، حتى يعني بكلفه قليله. نعم. عن طريق الشيرنج. نعم. فبيسكلي ات الاوز التوك توك ده ياخد اكتر من نفر واحد. نعم. من الاول
عشان يبقى ضامن ان هو عنده ثلاثة ثالثة انفار في كل توك توك من اماكن بعيدة عن المدينة شوية اللي بيبقى فيها اللاجئين لاماكن معينة جوه المدينة زي المستشفيات المولات الاماكن المدارس الاماكن المهمة على اساس يقدروا يجوا ويرجعوا. قبل لما السوفت وير ده او الشركه دي كانت موجوده ما كانوش بيقدروا يوصلوا للبلد من غير ما يدفعوا فلوس كتير قوي. نعم. فتوك توك الشركه دي بتوفر لهم تكلفه النقل وفي نفس الوقت بتوصلهم باماكن. طب انتوا تقدموا هالمبلغ المليون دولار لهالاشخاص يلي ربحوا الفكره واشتغلوا على اساسها بتتنفذ وين؟ بما انه هيدي عالميه كل شركه بتختار بلد تبتدي فيها البايلوت بتاعها او تبتدي فيها انشاء الشركه بتاعتها. نعم. السنه اللي فاتت اختاروا نيروبي كينيا، السنه اللي قبلها كانوا في الهند، اوكي، السنه اللي قبلها اختاروا اكرا غانا. كل شركه بتختار هي عاوزه تعمل نطاق عملها فين بالظبط وبتبتدي فين، بس احنا دايما بنطلب احدى من الحاجات اللي بنبص عليها وبندرب الحكام عليها انه لازم الفكره تعدي البوردرز، يعني تعدي البلد اللي تبتدي فيها، فمش نعم. فكره انها تطبق في بلد واحده وتوقف نعم. فلازم تطبق في بلاد كتيره ولازم تبقى ريليفنت لبلاد كتيره ولمجتمعات كتيره نعم. فحتى لو انت لو الفريق ابتدى سواء في اكرا او في كندا او في اي حته تانية لازم يتوسع في الحالتين. نعم. اذا كيف بيتم التواصل غدي مع الطلاب مع الجامعات؟ هل كل الجامعات بيشاركوا؟ وليش لبنان تخصص له كمان جايزه له او كل الدول مخصص لها جايزه 52000؟ اوكي سو نحن انا والعالم اللي بيشتغلوا معنا بالتيم بلبنان نعم. لنقول على صعيد لبنان لنحكي هيك وهي مثل نفس الشيء لكل العالم. فنحن عم نحكي عن نروح على الجامعات ناخذ الابروفل تبعهم. سو ثلاث ارباع الجامعات عم بيشاركوا بالاول عم بيلاقوها شيء كثير غريب انه ليه بدنا نشارك، اهم شيء نجيب علامات اهم شيء ندرس، بس بعدين الجامعات عم بتقدر انه لا بدنا العالم يصير يعرف اكثر عن الانتربرينورشيب. بدنا نحن عم نقول انه تعالوا كلنا سوا نحل المشاكل الاجتماعيه اللي نحن عم نواجهها نعم. انه اذا واحد لحاله ما فيه يعمل شيء بس نحن جايين كلنا نشتغل مع بعضنا. فعم يتحمسوا عم يبلشوا يفوتوا بالموضوع. عندنا 26 جامعه لهلا مشتركه معنا بلبنان نعم. اللي عم بيصير انه عم نروح ناخذ الابروفل من الجامعه نرجع نعين تلميذ بكل جامعه يكون اسمه كامبس دايركتور اللي هو مسؤول بالجامعه تيعمل الايفنت عنده بالجامعه نعم. نحن لانه الهدف منا انه تو امباور الستودنتس انه بدنا نعطي قوه للتلاميذ كرمال لهن يحسوا حالهم قادرين يعملوا شيء. لان يوجلي بلبنان التلاميذ بيفكروا انه نحن بلبنان ما بيطلع لنا فرص ما بنقدر نعمل شيء بعدنا صغار ما حدا بيرد علينا. بس نحن هلا عم نروح نقول للتلاميذ انه نحن هيدا البرايز هيدا الجايزه اللي بدنا نعطيها بس للتلاميذ. يعني انتوا اذا عبالكم تعملوا شيء بحياتكم هيدا الفرصه تبعكم نعم. سو انه التلاميذ عم يبلشوا يتشجعوا وعم يفوتوا بالجو. ان شاء الله من بعد ما يحضرونا هلا بصيروا بيعرفوا اكثر على الموضوع بيعرفوا قديش هيدا مهم وبيعرفوا انه عن جد هن معقول يربحوا عن جد معقول يتقدموا عن جد معقول يعملوا شرك مثل ما كان مستر كريم عم بيقول نعم. فينا نحكي السنه الماضيه مين ربح من لبنان؟ السنه الماضيه مستر كريم احنا اول سنه احنا لسه انشانا البرنامج ده في لبنان السنه دي يعني السنوات الماضيه كانت لبنان بتشارك بس من غير جايزه بالظبط احنا نعم. لما دخلوا معانا بلوم بانك ومصرف لبنان نعم. وقتها ابتدينا ندي اللي هو السنه دي يعني ابتدينا ندي ال 250000 دولار لفريق لبناني. بس احنا مشكورين يعني اذا يعملوا هيك شغله نعم. احنا مشكورين لطلابنا لانه في عنا كثير طلاب مميزين. هلا مش من الضروري يكونوا الطلاب اللي هن على لائحه الشرف، يعني كل شخص ممكن يكون عنده يعني القدره لانه يقدم مشروع ويربح. دي نقطه مهمه قوي فعلا. احنا مش بندور على طلاب معينين وبالعكس يعني احنا الطلاب اللي بيشتغلوا معانا بتلاقيهم ساعات او كتير الطلاب اللي مش مالهمش قوي في مش الاي ستودنتس مش لا. الناس اللي انت بتتوقع انهم عندهم المهارات دي ولكن المهارات موجوده وهم ساعات مش بيعرفين الطلاب نفسهم غير لما بيبتدوا يتكلموا ويتفاعلوا معانا ومع الكومبيتيشن بتاعتنا بيفهموا او بيطلع بنخلق حاجه جديده او بنطلع حاجه كانت موجوده ومش هم مش عارفين انها موجوده نعم. فده مهم قوي بالنسبه لنا يعني هلا بلشتوا نحن بلشنا هلا التلاميذ يعني هلا نحن بدنا اكثر عدد من التلاميذ يشارك. يعني عندنا الجامعات اوريدي موجوده معنا والادمنستريشن مش قبلنا وكل شيء. فهلا يعني عم نجرب نجيب تلاميذ اكثر شيء يقدروا يشاركوا اكثر عدد ممكن من التلاميذ بده يكون عندهم فكره ولا انتم عم تطرحوا الفكره بلبنان؟ هلا في فكره معينه بلبنان عم تطرح؟ الثيم بلبنان وبكل العالم لهيدي السنه هو يستعملوا الطاقه لجربوا يغيروا حياه عالم
يعني لا. ما عم نطلب منهم انه يخترعوا تكنولوجيا جديده، فين يخترعوا تكنولوجيا، يعوزوا التكنولوجيا الاوريدي موجوده لا. بس يخلوها مور اكسسبل انه توصل لاكثر عدد ممكن من العالم. نحن بدنا نساعد العالم الفقيره اللي ما عم يوصل لها شيء، ونحن يعني اللي عم نقول لهم انه بس بدنا فكره، ما بدنا منهم الا انه يطلعوا بفكره ونحن بنساعدهم يعملوا كل شيء ثاني. نعم، هل المبلغ كافي اذا مثلا عم نحكي عن مشروع طاقه معين مشان توصل لكل العالم؟ ما عم نحكي انه نبدا ب 250,000 ولا هي بتكون بوش صغيره يعني والواحد بده يرجع يكمل؟ ما هو في خوف كمان انه ما يقدر يكمل الشخص. مزبوط، احنا اولا بالنسبه للطالب او الطالبه اللي بيجونا مش لازم عندهم ولا فكره ولا فريق. نعم. يعني ممكن يجوا بلا فكره وبلا فريق واحنا نساعدهم انهم يجيبوا فريق من الجامعه بتاعتهم ويطلعوا فكره. بالنسبه للمبلغ، احنا قررنا ندي مبلغ 250,000 دولار هنا في لبنان ومليون بره عشان ندي للشركه حوالي سنتين operations. بعد السنتين دول هيضطروا طبعا يرجعوا للسوق لو هم ناجحين ويجيبوا فلوس راوند 2 راوند 3 اوف فاندنج. يعني ما بيوقف الشغل هون، لازم يكملوا. يعني بدي اقول لكم جود لك، ثانك يو لك على هالجهود اللي عم تعملها كريم. ثانك يو لك غدي، جود لك لهالبرايز. وبالفعل فكره جيده جدا، احنا بحاجه لانه ندعم شبابنا اللبناني، وخاصه انه نحن بلد العلم وبلد المعرفه وبلد هذا. وبرافو انه عم تكون على صعيد عالمي وفي جائزه خاصه للبنان 250,000 دولار. شدوا حالكم يا طلاب وشاركوا. كيف فيهم يشاركوا؟ مباشره مع الجامعه، بيروحوا على اداره جامعتهم وهونيك بتصير باي ايميل، يعني كل واحد حسب بروسيدور تبعه، ما هيك؟ نعم نعم. بريك ونرجع، خليكم معنا مستمرين للوحده بتوقيت بيروت.